محاولة إيران اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق فاقمت العلاقات السيئة بين البلدين حتى باتت بحسب مراقبين تهدد الاتفاق النووي. وزارة العدل الأمريكية كشفت عن محاولة العضو في الحرس الثوري شهران بورصافي المعروف باسم مهدي رضائي اغتيال بولتون. وثائق للوزارة أظهرت أنه بدءا من شهر تشرين الأول عام 2021 حاول مهدي رضائي استغلال مرافق التجارة الدولية لاغتيال بولتون ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني في عام 2020. الوزارة بيّنت أن مهدي رضائي حاول دفع الأموال لأفراد في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ جريمة القتل في واشنطن أو في ولاية ميريلاند المجاورة. ردود الفعل تسارعت بعدما نشرته وزارة العدل. مستشار الأمن القومي جون بولتون قال إن استمرار التهديدات من قبل إيران يظهر أن واشنطن لم تتخذ إجراءات كافية للتعامل معها، فالمزيد من الناس معرضون لخطرها، وأضاف أن تصرفات النظام الإيراني بما في ذلك دعمه للإرهابيين كميليشيا حزب الله وميليشيا الحوثي وبرنامج طهران النووي تشكل تهديدا للجميع. وذهب بولتون أبعد بالتحذير من عدم اعتبار التهديد الإرهابي الإيراني ضمن الاتفاق النووي، مؤكدا على أن محاولة اغتياله دليل على أن النظام الإيراني لا ينوي الالتزام بتعهداته. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال إن إدارة بايدن لن تتهاون في حماية الأمريكيين والدفاع عنهم ضد ما وصفه بالتهديدات العنيفة والإرهابية. موقع أكسيوس أفاد نقلا عن مصدر مقرب من وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت بومبيو بأنه الهدف الثاني لأولئك الذين خططوا لقتل جون بولتون. المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس قالت إنه على الرغم من مؤامرة إيران لقتل بولتون فإن إدارة بايدن لا تزال تسعى لمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.